ما من أيام العمل الصالح إن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإذا رسول الله جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه الأيام وأنها أيام عظيمة يسرع للمؤمن الاكثار فيها من أعمال الخير. وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة أن يكثروا في العشر عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه تكبير تهليل تحميد تسبيح الصدقة الصيام كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. ليذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة، يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل. أن يحرص الإنسان على المحافظة على واجبات الشرع دين، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، وأن يكف أذاه عن الآخرين. ولذلك كل عمل صالح فله فضيلة في هذه الأيام فضيلة، ولذلك الله جل وعلا لم يبين مقدار الأجر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين مقدار الأجر من حيث العدد، فدل هذا على عظم الأجر في هذه الأيام، وأن ركعتين فيهما تسوى وتعادل شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال الله في هذه الأيام، وفي لفظ أزكى أعمالكم، فهي خير الأعمال وأزكى الأعمال وأفضل الأعمال وأحب الأعمال لله في هذه الأيام.